كلشي تيتكلم على الامهات دي امي 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 ما معليش. انا اللي بان لي اليوم بان لي بغيت نعرف علاش هذا الثقافه، ماشي ثقافه، جهل. لان هادو اكثر المغاربه هادو دائما يقول باريس، مدريد، واشنطن، والانجليز ديرينا قنطره ديرينا قنطره. واش ما قالش الجغرافيا ما تعرفوش شنو هي بريطانيا العظمى؟ ما تعرفوهاش؟ ايوا ما كاينش عارف بريطانيا العظمى، نوريها لكم دابا. هنايا تيبان لي هذاك اسمه هذاك المهداوي، اخوتي المغاربه انا اخوتكم والله العظيم ما بغيتش نقلقكم، والارتيكل 118 زائد فاصله 18 هذا راه تقود المهداوي عقنا بك، انت يا عنصري. هي ما كاينينش المغاربه في ما كاينينش المغاربه في الانجليز، ها درتي على هذوك ها تحس كابا، هي زعما كاين السكيريا ما يقدروش يتضامنوا مع السجناء. هي درنا كنتي في الحبس كنا كنجبدوا السميد كل نهار، كل نهار تنجبدوا لك سميد كاع، انت يا ذاك المهداوي ذاك الصحفي النازي هذا تقول ما كاين صحفي لا زبي، فهمتي؟ اش الثقافه؟ انت صحفي، انت جورناليست، انت قاري، انت القلاوي قاري، اش قاري؟ نسيتي لي الجاليه المغربيه في بريطانيا نسيتيهم، ها؟ وانت تقول تكلم على الاقليه، ها؟ ما كاين كلمه تقول قال سمول بس بيوتيفول، رغم احنا الاقليه عندنا الكلمه، ها؟ ما عندناش هنا دكاتره مغاربه هنا، ما عندناش دراري في الجامعات، ما عندناش هنايا مهندسين، ما عندناش هنا اساتذه، ها؟ غير من العائله ديالي، العائله ديالي ولاد خويا ولا شي، كاينين خمسه جامعيين، خمسه كل فيهم المهندس اللي فيهم هذا كلشي خارجين من الجامعه، الجامعات البريطانيه ماشي الجامعه ديال هذيك ديال ديالكم نتوما اللي تبيعوا فيها الدكتوره. ما حشمتي ما راعيتي، يبا كاينينش المغاربه هنايا تصل بهم تقول لهم يضامنوا معاه ولا يقولوا حقهم في ذاك السيد اسمه العواج ما عرفتش يقولوا لي ها؟ لا زعما كاين انت محافظ منافق، انت منافق محافظ ديال الزب حاشاك، فهمتي؟ ولا حنا في البار راه حنا هي السكند كلاس، ها؟ السكيري ما عندوش الحق يضامن، السكيري ما عندوش الحق باش يصوت، السكيري ما عندوش الحق باش يقول الكلمه ديالو، ها؟ هذه هي السياسه ديالك، هذه حكم داك الاخر خرج فيك داك برلين، ها؟ فهمتي؟ ولكن الاحترام للزبي، فهمتي؟ قوتيها قوتيها، هذا النفاق، هذا النفاق النفاق. طلع لي الدم الكري انايا يعني. شكون اللي داروا هادي؟ حنا درنا السكيريا، السكيريا وين داروا هادي؟ ها السكيريا، حنا السكيريا، حنا السكيريا، وبرك على هذا، ها برك على هذيك خوتي المغاربه، ها حنا كلاب الجاليه هنايا، هي حنا السكيريا ديال العالم تاع المعهد السامي الشريف العالي السلطاني العلوي المغربي تاع السكيريا عبر العالم. ما عندناش الحق، ها يا حمد ما تعرفوش تدبلوا مع عباد الله، غير انت يبك تما فاكين شيت. انا كذا حبيت كذا قلت فهمه غير ما تاكلش معنا حنايا، ما تاكلش معنا مهداوي ولا زبي، ما كلش بحال بحال سواسيه ماشي السوس، سواسيه زعما كاين قادين. نطي درتي هذا وهذا ونسيتي الجاليه المغربيه بالانجليز نسيتيها، لعنة الله وعليك فاليوم الاحد. فاكين هذا بدي ديك السياسة في فرق تسود، ها؟ بدي ديك السياسة هذيك، ما عرفتينا ديك اللافيتة كنا ديري على داك العواش، لا مشينا، بلاش نقاو، بلاش نشوف شنو هنايا، معليش. شوف الفيديو ديال الباح والباح والباح باللافتة على داك اللي اسمو نور الدين العواج، درتي 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 كاع تحب حنا كوالف هنايا تخمق علينا، المهداوي الصحفي النازي راح تقول حق المخشوق في الحبس الفهامة ديالك، فهمتي؟ ها الله يلاه جيش جيش هذا جيش المهداوي، دخلوا دخلوا جو عندي دخلوا جو عندي، انا مش لكم، انا لابس عسكرية اليوم، مش لكم انتم، انا مش لكم، يلاه زيدوا. الحمد لله واش النفاق، الحمد لله واش النفاق، كنتي تصاحبي ما قلتلكش ما ديرني انا مالك ما دير فيا، انا تنجاهد بوحدي، ماذا نتابع انا قلتلك ما نتابع على اي شيء اي اي قوال، انا الحاجه تبان لي فيها الغش تنخرج نتكلم فيها،
كما تكلمنا عليك انت يعني كنتي 3 سنين في الحبس كنجبدو سميتك يوميا ها يوميا وتشيك ماي ريكورد شوف الفيديوهات ديالي من هاد خدي الحبس حنا نتكلموا عليك ها وعلى ريافه وعلى مولي الفخر ومولي الماء ومولي الحانوت ومولي الكاسكيتات ومولي الجورنال ها ايه اللي دا 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 ها نيويورك ها واشنطن ها هادي ها هادي ها هادي ها والانجليز نسيتيها ها ولي هادي 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 قاعده عند المغاربه ما عمرهم يجدوا لي يقولوا باغي ما تنساوش الانجليز خارجه لدينكم ها بركوا على العطايه تفوا عليكم لعنه الله وعلى دينكم الانجليز واقفه لكم هنا الانجليز واقفه لكم ادوا بريطانيا العظمى وباقه عظمى فهمتي كيفاش غادي ما فهمتيش ها بس استعذر استعذر ما تستعذرش ليا بعد ما تستعذر ما عندي من عرفك ما تعرفني الله يرحم بوحد تقول الجاليه المغربيه هذه حقره هادو هاكنين الناس مغاربه هنايا حقوقيين اللي باغيين يتكلموا على على الظلم وكشي وما عطيتيهمش الاهل منين تصاحبي خصك تعطي تعطي الوقت للجميع تختار يا بعض الدول ها بعض الدول نعمي الله الوكيل لكن نعمي الله ما تاكلش حنايا ما كاين نعمي الله الوكيل والباكر من النفاق الا كنتي تخاف تدخل الحبس حنا ما خايفينش ولا هاجر وحلفوا مك على برا كيما درنا حنايا حنايا نهار درنا المظاهره 65 بدي يقتلوا فينا عباد الله زاير اش درنا صبرنا حتى لحقنا لحقنا اش لك العربي بالعربي شنو السن المراهقه وخرجنا خرجنا 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 من الوطن الحبيب صافي واش ندار مع القرطاس ايوا ما نقدروش خرجنا وسكتنا 50 عام حنا ساكتين تتكلم لك الزام البوسعيد ملي قال لي المضاويخ عاد حنا خرجنا هذا ما كان خارج ولا كان بحال هكا المغربي سليبا كتناعش فهمتي فاللي ربحنا فقنا ولكن النفاق ما تنبغيوش ما تنبغيوش النفاق استعذر الجاليه المغربيه ببريطانيا العظمى وغسل بها فمك بديل خوتي المغاربه والله العظيم وهذا والقانون القانون في لان يقول ما يقول قال اللي تحنا كنا نضيعوا وقتنا في الكتب نقراو ولكن حنا ما عندناش هذاك الوقت حنا نقولوا اسيد كامس نسمعوا بلا طاف وتلقى ما كانت الحين الاول باش نتوما موضوع ديروا البحث تقول اش قال هذاك اللي في البار داك السكيري اش قال وبدا تقلبوا تعرفوا واش الحقيقه ديالي انت الاخبار تاع المغاربه انا سابقك فيها سابقك فيها شتي هاد الناس هادو هما هاي هاي الوكاله ديالنا التبركيك على ها قد قد بقى 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 في الماء جيبوها لي عليها فهمتي صافي انا قلت انا قلت انا شنو نشعل الضوء تقود نشعل الضوء نشعل الضوء اللي انت خارج عليا انا وين انا وين ديري في الفاتوره في الفاتوره فهمتي قال لي المروكي غادي لي واحد اللعيبه ويدوز السلك من هذا السلك ويدوز هذا وما بقاش يجي الضوء بزاف نخاف من القانون لان حنا المغاربه هادشي اللي كاين فينا نخاف من القانون تو واحد ما بيخلص شي حاجه باكل شي بابور فلهذا تحية الجالية المغربية ببريطانيا تحية هذا الصحفي يقول الصحفي الناس الصحفي يزبي حشاكم انساكم ما خاش الكلمة عندنا حنايا ما خاش دولة عند حق الفيتو دولة عظمى هي اللي خلقت تقولي في العالم وهي اللي علمتكم الإنجليزية ونسيتيها نسيتيها وهي التربية تربيتها في المغرب باري مدريد واشنطن ما كاينش نيويورك ما تعرفوش انتوما فين جات الإنجليز لا مير دو نور مقابلة مع النرويج ومع خود فردوما ومع استابليفت ومع بالي فرونسي وزيد شويه الهبله اسبانيول فكينا اقول قولي ومن نتاعكم ما كاينش ندير لكم ناقص لان هذا الفيديو غير نتوما وركوا عملوا لايك عملوا لايك عملوا لايك, عملوا لايك. واش عيب 5000 عملي 400 عملي لايك لا عملوا لايك لانني راه قاهريني ولا نلقى بيوت شي دابا علاش نخسر الهضره لانني ما خايفش من اليوتيوب اللي حرق لي الفيديو وما خايف من حتى شي قوان يقول لهم اخ اخواني المغاربه سينو هنا نعملوا البيتيشن باش نحيدوه من اليوتيوب تقول من اليوتيوب ديال باقي العطاين راه ندير لكم الكلب الحاسين الكابين المنافقين ها هذا بغا يدير على فيلم بغا يدير نقابه على هذا اسمه هذا العواج بغا يدير عليه نقابه بغا يدير حزب هذا لندن هذا 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 تقود انت ولا دي تحيه للدكتوره كوتر ندير كيفاش غادي وهادو ما سمعتو المغاربه ديال بريطانيا هذاك الصحفي يقول الصحفي النازي داك تدخل تنوق المغرب هذاك راه نساكم شحال بينا حنا شي 150 ل 160 الف مغربي بركه
هي ما تقدرش تحرق باش يكونوا كثار. فلهذا تشيرز. قهوه كحله مازال تنخرج من حيد من الكاميرا ماهوش يقول لي سكران سكران تنتكلم نتكلم معك صاحي هانتوما تشوفوني انا مجد 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 نعمتي الله يعاونكم صافي سمعتي من لي المهداوي خلينا نحترموك ولا ما كاين لا احترام لا تقلوى فهمتي فهمتي انا نقول لك من هنايا نقول لك من هنايا وبغيت تكتب عليا كتاب ولا ما عندي غرض ما نحتاجكش تكتب لي انت كتب هكا الراي هنايا ودوك المؤيدين ديالك حتى هما اللي بغا يخرجوا ليا مرحبا بهم لانني انايا مستعد انا نهار بيد القناه نقول لهم سبوني سبوني دائما ما خاف منكم والو ما عندكم ديك الهضره ديال المغرب والمية الترجمه الانجليزيه والامريكانيه وذا فاك يو هو ذيس كانت تكون الربشه تحيه لكم انا خليني نمشي بحال هذه تبع الطريق والطريق تبعي بحال بحال اخوان المغاربه اسمحوا لي يطلع لي الدم يطلع لي الدم وانا لحد ما تنبغيش نخسر الهضره مزيان ولكن اليوم اكسبسيونيل مزيان وين بدا تشوف واحد هكا تيفهم هذا حط لي هذا تضامن مع هذا وحنا ما كنا دايرين والو حنايا ها ما كنتيش وشوف الفيديو ديالها بغيت نقلب على اللافته ديال الكرتون ديال العواش بغيت نقلب على ما فين تضرب فيها دي ما فين هي دابا نلقاو ندير لكم الفيديو المقبل ان شاء الله فلهذا كان معكم لورد ابي انا هو لورد ابي اللورد ابي اللي ساكن بريطانيا العظمى بريطانيا العظمى كان دي هنايا هنا اي شو خلونا ما تخرج مني قال واش مروح لا ما تزوجوش مروحش مروح تقول كنت دمتم على شمعه.